السلام عليكم. زار والي ولاية وهران أشغال المحطة الجديدة لتصفية مياه البحر الواقعة ببلدية كابلون حوالي 20 كيلومتر على مدينة وهران، واللي تعرف نسبة تقدم أشغال جد معتبرة، حيث أنه ولأول مرة فريق جزائري 100% يقوم بإنشاء هذه المحطة الضخمة بسعة إنتاجية نتاع 300,000 متر مكعب يوميا، واللي تعرف كما نشاهد كما قلنا النسبة تقدم، حيث أنه يعني تقرب من الانتهاء من الأشغال نتاع الهندسة المدنية، وتبقى العملية نتاع وضع التجهيزات ووضع الفلتر السيستام دو فلتر وليكاناليزاسيون إذن في الأشهر شهر أو شهرين المقبلين. نترككم تتابعون هذا الفيديو وتصريحات والي ولاية وهران بمناسبة زيارته لهذا المشروع، والسلام عليكم. بادئ هذه بدء، يعني انتم تعرفوا بلي باش الاهميه تاع هذا المشروع، هذا المشروع مشروع عملاق، وهذا المشروع هذا نعولوا عليه يعني كثيرا في حل اشكاليه تزويد الساكن في ولايه وهران بالمياه الصالحه للشرب. السيد رئيس الجمهوريه كان يعني اعطى الانطلاق تاع هذا المشروع هذا في خلال زيارته الى ولايه وهران، وانتم تشوفوا يعني بلي باش شركه جي سي بي وضعت كل امكانياتها على مستوى هذا المشروع هذا، وانطلقت في الاشغال. يعني سمعوا ان الاشغال هذه تعتبر اشغال جد معقده، اشغال ثقيله، كل يعني باللي باش يعني حتى الانجاز فهو مرهون بالمصادقه من طرف الشركه اللي قاعده تصنع يعني في الماكينات اللي رايحه توضع على مستوى هذا المشروع هذا. الا اننا يعني لاحظنا وسجلنا بكل ارتياح تقدم يعني كبير في مستوى الاشغال، يعني كل العمارات تقريبا وكل البنايات اللي رايحه يعني تستقبل هذا المشروع هذا، والآليات اللي رايحة يعني تدخل في عملية تحلية مياه البحر كلها يعني تكاد تنتهي. الأشغال التحتية يعني تقريبا انتهت 100%، وانتم تشوفوا بلي باش العديد كذلك من البنايات يعني حتى البنية الفوقية فهي في نسبة تقدم أكثر من 60 و70%. ظن بلي باش العملية القادمة وهي يعني بداية وصول يعني الآليات اللي نحتاجوها في العملية نتاع التصفية، ونظن بلي باش العملية هذه عملية سهلة جدا مقارنة بعملية يعني نتاع البنية التحتية. نظن بلي باش هذا المشروع هذا هو قبل كل شيء، هو مشروع ينجز بمؤسسات جزائرية، سواء المؤسسات اللي قاعدة تنجز يعني في المشروع تاع التحلية في حد ذاته، أو التي تلك الشركات شركة كونسيدار وإدروكانا كذلك اللي يقوموا بإنجاز كذلك القنوات والخزانات كذلك اللي يقوموا بإيصال المياه إلى الساكنة على مستوى دائرة بوتلينيس ومستوى كذلك دائرة عيون الترك أو الناحية الغربية بصفة عامة لولاية وهران. نقول باللي باش يعني هذا المشروع هذا ينجز بسواعد جزائريه، مهندسين ومهندسين معماريين ومهندسين مدنيين كذلك، يعني حتى العمال فهم كلهم جزائريين. الكل يعلم باللي باش يعني اول مره في الجزائر انه هذه يعني محطه نتاع تحليه المياه بطاقه نتاع 300,000 متر مكعب يعني رايحه تنجز في ظرف يعني قياسي. فكل يعني كل محطات التحليه السابقه انجزت يعني في ظرف نتاع 5 سنوات واكثر. المقطع على سبيل المثال يعني 55